صباح الخير. أول شيء نقول لك سوسن الهبر، أكيد طبعا مشاهدينا كلهم عرفوا أن احنا وصلنا سوا لفقرة الديكور. صح صح، صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. اليوم رح نحكي عن الألوان، مش الألوان، رح نحكي بالضبط عن الدهان، عن الصبغ، شو في تقنيات جديدة وشو ممكن ينعمل. هلأ ما بعرف، نشوف الريبورتاج، نشوف التقرير ونتابع. الصبغ من أهم عوامل التصميم الداخلي، بغطي أكبر مساحة بالبيت وهي الجدران. تقنيات كتيرة منها تخريم، المؤثرات النارية، غسل الألوان، مؤثرات القماش، تطبيع، دهان بالإسفنج والرسم الحر. قادرة تحول كل جدار للوحة فنية. معظم التقنيات بتنشغل بلونين أو ثلاثة، بوضع عدة طبقات من الدهان ومسحة بطريقة معينة. تغيير بسيط بالأصباغ ممكن يحول جو البيت من عادي لفخم بأقل كلفة ممكنة. نزعتوا الكاميرا؟ ايه رجع اخذ وقت ترجع نظفها. حلو، لاحظنا انه يعني قاعدين يعملوا زي الكادرات او مثل اللوح، ممكن تغني شوي عن اللوح في بعض الأحيان؟ لا رح أقولك، نحن هو اللي عملناه هون كان مثل سامبل، نموذج يعني تنفرج المشاهدين أنه في أوقات مؤثرات بنعملها بالدهان بالصبغ هينة، يعني ممكن حيلا شخص هو بيشتري نوع معين أكيد من الصبغ وبيقدر يعملها. فكل اللي شفناه هون هن أشياء سهلة أنه تنعمل. يعني شفنا مثلا التطبيع، مجرد ما يكون عندك شكل معين أنت بتحبيه وينعمل قالب معين، بتحطي أول لون وبترجعي بتشتغلي فوقه مثلا الشكل يلي أنت بديك إيه. هذا بالإسفنج صح؟ لا التطبيع يعني بتنقول عندك شفنا مثل سيركل مثلا، بتاخدي مثلا دائرة وبالطبيعية يعني هيدا مثلا حلوة على إذا عندك جدار بغرفة نوم، جدار واحد أكيد مشكلة الجدران يعني بتنعمل بهالطريقة، وبتلبقي مثلا مع الجدران الثاني إذا خاصة لأنه عم تستعملي لونين بهيدا الجدار، بتحطي ألوان فاتحة تاني بالجدار الباقيين. هلأ في أشياء شفناها مثل غسل الألوان، شفنا هيدا لونه على باج شوي، هيدا بيدخله كذا لون بيرجع كأنه عم يغسل الألوان، عم يخطل الألوان مع بعضها. هيدا مثلا حلو، هلأ هيدا عم يشتغلوا هلأ إذا عم نشوفه حلو بالمجالس، حلو بالسالونات لأنه خفيف. يعني دائما كل شيء ألوان خفيفة بتستعمل بالسالونات بالمجالس، والألوان القوية يعني طريقة الشغل اللي بتجي قوية بفضلها ساعتها مثلا بالغرف، بأوض القعدة، بهيدي الأمور، غرف الأطفال يعني بتكون بهالطريقة. طب هاي الوسيلة أو التقنيات فيك تستعمليها على المودرن والكلاسيك ولا بس على المودرن؟ ايه لا هلأ في تقنيات تستعمل على الاثنين. يعني مثلا تنقول إذا عم نحكي عن التخريم، يعني هيدا فرق شكل معين بجيبوا سبونج بصيروا بالشكل يدخلوا، شفنا هون كان مثل ورق، مثل عم يشتغل كان مثل عرق ورق جزع. سو هيدا مثلا التقنية فينا نستعملها بالمودرن أكتر، يعني ما بتدخل كتير عنا بالكلاسيك. بالكلاسيك بيدخل أكتر الرسم الحر، يعني الواحد مثلا رسم على الإيد بتشوفيها كأنها لوحة، بس هي بيكون إنه الجدار مشغول بهالطريقة. هاي بالكلاسيك. هلأ بالمودرن أوقات الألوان بيلعب دور كمان، يعني إذا أنت غمقت اللون
بتكون نفس التقنية بس إذا عملها بطريقة كتير غامقة بتحسها بتمشي مودر ما بتمشي كلاسيك، إذا عملتها بطريقة تانية بتمشي كلاسيك. والشكل يعني إذا أخذنا شكل تنقول عرق يستعمل بالكلاسيك واشتغلناه على مثلا التطبيع يلي هو عم نفس الشكل عم ينعمل على حيط كامل، إذا كان هالشكل كلاسيك بيعطي روح كلاسيكية، وإذا كان الشكل كتير مودرن بيعطي روح معاصرة أكتر يعني. حلو حلو إذن أكيد نشكرك سوسن طبعا على يعني التقنيات اللي علمتنا إياها، لأنه احتمال أن احنا نجربها ما أدري أنا فاشل بالدنيا. والله جلال انسحب من الموضوع. يبغى لي أجرب أصور إذا طلعت النتيجة كويسة أوريك إياها. إن الله راد بعد. إحنا بعطيك الكاميرا اللي عندك على البيت لجين. ممكن. نشوف إذا كيف راح تعملي. سوسن هبر مهندسة الديكور، شكرا لوجودك معنا، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، شكرا لكم.